السلام عليكم. في حلقة النهاردة هنشرح شركة إعلان قنبلة، وهي شركة اسمها يالكس آدز أو يالكس. الشركة دي تعتبر أفضل شركة إعلان شفتها لحد دلوقتي. الشركة دي تعتبر بمثابة اعتذار عن شركة شموكي آدز اللي الناس اتخدعت فيها. الشركة دي لها إثبات دفع، هتلاقي أسفل الفيديو، هتحمل الرابط، تلاقي صورة فيها إثبات الدفع بالتفصيل، ممكن تشوفها أنت براحتك وتشوف هي فوتوشوب ولا لأ. هي أكيد طبعا مش فوتوشوب، متقلقوش يعني، تمام، لأن أنا جايب يعني الشرح ده من موقع صادق جدا جدا جدا، متقلقوش، تمام. والموقع ده يعني بيراجع لشركة الاعلان بشكل ممتاز جدا وبشكل مدقق جدا، فانا عارف ان الشركه دي استحاله تكون نصابه. زائد ان ترتيب الشركه زي ما انتم شايفين ترتيبها في اليكسا هو ممتاز جدا جدا جدا، فاكيد الشركه دي مستحيل تكون نصابه. زائد ان الشركه دي هي حصريا في قناه مستر بونتيك، ما اعرفش اتشرحت قبل كده ولا لا، وحتى لو كنت شرحت فالشركه دي بقى لها سنين محدش بيسال فيها ومحدش بيتكلم عنها. الشركه دي عملت انواع اعلانات جديده وعملت حاجات جديده وعملت تطورات مش طبيعيه في السي بي ام، وتطورات كبيره جدا في الموقع، فاتمنى انكم تستفادوا من الشركه دي ومن السي بي ام الممتاز بتاعها. لو تفتكروا ان في شرح شموكي ادز ناس كتير بعد 3 او 4 ايام من الشرح قالوا لي ان الشركه نصابه، ان الحد الادنى للدفع في شموكي ادز كان 100 دولار، يعني الناس جمعت 100 دولار ده في وقت وجيز جدا، وقت بسيط جدا. الشركه دي باذن الله هتكون شبهها بالظبط، لكن الدفع في الشركه دي هو من اول 1 دولار فقط. معكم مصطفى من قناة مستر مونتيك، وفي حلقة النهاردة هنشرح شركة إعلان جديدة اسمها يالكس، وتابعوني بعد الفاصل. ورجعت لكم مرة تانية. في البداية هتلاقي الصفحة دي أسفل الفيديو، تخش عليها، تدخل هنا هتلاقي، تنزل تحت خالص كده هتلاقي هنا التسجيل في الشركة، هتعمل هنا مستر أو مسز على حسب اللي بيشوفني، وهنا هتعمل الفيرست نيم واللاست نيم والإيميل، وهيبعت لك أكونت على أو هيبعت لك أكتيفيت على الجيميل، و هتسجل فيه. بعد كده ترجع هنا مره تانية وتعمل، انت اول ما تعمل اكتيفيت هيدخلك هو مباشره على الاكونت. ركزوا معايا بقى في اللي انا هقوله. انت لازم اول ما تخش على الاكونت هتلاقي بعض المعلومات كده، هو بيطلبها منك، هيطلب منك اسمك التاني، وهيطلب منك اكونت سكايب وحاجات كده كتير، لازم هتكتبها كلها كلها، لازم هتكتبها. اوعى تغير في اي حاجه، ولازم تكتب في كل حاجه، مش لازم تكون صحيحه 100%، ولكن لازم انك تكتبها. وهيطلب منك انك تحط اكونت انت عايز تسحب عليه الفلوس، هتحط باي بال او بايزا او اي حاجه انت عاوزها، شوف على حسب الحاجات اللي هناك، ولكن انا هقول لك بالتفصيل. المهم انا اخترت الباي بال، وهتكتب اكونت الباي بال، او تختار اكونت البايزا وتكتب اكونت البايزا، تختار البيتكوين وتكتب محفظه البيتكوين، على حسب اللي هتختاره هتلاقيه. ليه بقى انا بفضل الشركه دي عن اي شركه تانية؟ طبعا لا، كل حاجه صفار، لان لسه مسجل في الشركه ولسه شغال في الشركه. اولا الشركه دي بتقبل اي موقع، بتقبل اي موقع على وجه الارض زي ما انتم شايفين. اعمل سايت تحت موقع بلاك سبوت واكتف زي ما انتم شايفين، موقع ممتاز زي ما انت شايف. هو حسب الترافيك من قبل ما ابدا اساسا، يعني 13 واحد بس، هما طبعا اللي شافوا ان موقعي ضعيف جدا زي ما انتم عارفين. انا هنا اخترت التخصص بتاع الموقع، اخترت ما اخترتش حاجه تقريبا، فعشان كده هو عمله اذر، تمام. هنا الاد سايت عشان لو عايز تضيف موقع تاني، لكن بيقول لك مش هينفع، هو موقع واحد بس اللي بتضيفه، او لو عايز تضيف موقع تاني بتخش على التاجز، وهنشرح ده فيما بعد. نشرح بس الواجهه بتاعت الموقع. هنا السيرش عشان لو عايز، لو عندك اكتر من سايت وعايز تبحث، هنا الماي سايت اللي هو اللي تحت ده، تمام. ليه انا بفضل الشركه دي مره تانية؟ اولا لان الدفع بتاعها من 1 دولار، بتدفع عن طريق باي بال، بيتكوين، بايزه، اي حاجه انت عاوزها. وممكن نخش على البيمنت عشان نتاكد البيمنت، عشان مش متاكد من حوار البايزه ده قوي. هنا زي ما انت شايف الدفع بيقول لك يوم 19، بيدفع يوم 19، تمام، او ممكن بيدفع بشكل اسبوعي لو انت عاوز، انت لما بتطلب بيدفع لك على طول بشكل اسبوعي او بشكل يومي كمان، تمام. لكن الدفع لو انت مش طالب او عايز تستنى الدفع، اخرك لحد يوم 19 في الشهر. او زي ما انت بيقول لك daily payments have been activated for your account، يعني ممكن تسحب الدفع بتاعك يوميا. حلو، هنا لو عايز تعرف الهيستوري بتاع الدفع بتاعك، تمام. عايز اعرف بقى على الاكونت دي، طبعا هي الافليه ده اللي هو الريفرال بتاعك، طبعا الريفرال بتاعه ممتاز جدا كمان لو انتوا عايزين تعرفوا. يعني هنا زي ما انت شايف، زي ما توقعت مفيش فعلا البيتكوين، مفيش بيتكوين، تمام. هنا عندك باي بال، بايزه، بنك واير، وسكريل. السكريل على فكره ممتاز جدا، شبه الباي بال وشبه البايزه بالظبط، وممتاز جدا جدا جدا. الاي زد كاش ده اعتقد لسريلانكا فقط، لان في ناس برضو الاي زد كاش او دي زد كاش ده برضو موجود في الجزائر، فناس اهل الجزائر، فده مش تبعكم، ما تقلقوش يعني، تمام. هنا تكتب الاكونت اللي انت عاوزه، وهنا تحط الحد الادنى اللي انت عايزه. انا حطيت 1 دولار. تعمل سيف بيلينج انفو، هنا اللوجن، بتحط الاكونت انت عايز تخش بيه، وبتعمل هنا عايز تغيره براحتك، وهيبعت لك برده اكتيفيت على الاكونت الجديد، وبتاكتف وخلاص. هنا طبعا الحاجات دي بيكتب لك هنا الباسورد اللي انت عاوزه، طبعا بيبعت لك
في الايميل في الجيميل عندك او في الاكتيفيت بيبعت لك اي دي وباسورد، الباسورد ده بتخش بيه او ممكن تخش هنا وتغير الباسورد زي ما انا غيرته زي ما انتم شايفين. حلو قوي. السكيورتي هنا ده مهم جدا وحاجه جديده في الموقع، ان بيخلي السكيورتي بيقول لك انت فتحت الاكونت ده كام مره. زي ما انت شايف ان انا فتحت الاكونت ده مرتين. هنا زي ما انت شايف بيقول لك اللي فاتح الاكونت حالا منين، بيقول لك بجانب دمياط والبلد مصر، وبيديك الاي بي بتاعه عشان لو لقيت هنا اتنين فاتحين الاكونت اعرف ان انت مخترق. تمام. هنا نخش على الريبورتنج عشان نعرف الريبورتس بتاعتنا او التقارير بتاعتنا اليومية، كسبت كام النهاردة، كسبت كام امبارح، كسبت بكام الشهر ده، كسبت كام السنة دي. تمام. ثانية بس عشان تفتح عشان النت شكله ضعيف. زي ما انت شايف تعمل هنا جنريت ريبورتس، وبيجيب لك الريبورتات على حسب الحاجات اللي انت بتختارها او تسيبها كلها فاضية، وهي هتجيب لك كله او تختار كله. حلو قوي حلو قوي. هنا بتختار يوميا ولا شهريا ولا سنويا ولا طول العمر. خش على اهم حاجة بقى، هي الاد تاجز. في البداية كده الاد تاجز هي الموقع بيختارها عشوائيا، او مش عشوائيا، الموقع بيختارها، بيختار الموقع بتاعك على حسب حاجة معينة. مثلا الكلاسيك بانر اد تاج انا جربته وما اشتغلش عندي. تمام. هنا هنشوف حاجة اسمها ادلت 18 وزائد 18 و21. طبعا دي عمرك ما هتختارها لانها اعلانات اباحية. طبعا كل الاعلانات في كل المواقع اللي فيها اعلانات اباحية. هنا النون ادلت دي اللي انت هتختارها طبعا، وهنا تختار نوع الاعلان اللي انت عاوزه. بيقول لك هنا في اعلان للموبايلات فقط، وهنا طبعا انواع الاعلانات اللي انت عاوزها. هنا بتعملها يس، وهنا بتعمل جيت اد تاج عشان تختارها. اعلانات البنرات دي ما اشتغلتش عندي، يمكن عشان هي هنا بيديك اعلانات على حسب قوة الموقع بتاعك. يمكن الموقع بتاعي ضعيف فما ادانوش اعلانات البانر، او دي ما ردتش تشتغل عندي فانا مش عارف، لكن بقيه الاعلانات دي كلها اشتغلت عندي. الدايركت لينك تمام، واللاير اد تاج تمام، كل الاعلانات بتعمل كده نون، وبتعمل جيت اد تاج. البوب تمام، البوب اب تمام عندك هنا تمام، برده بتعمل جيت اد تاج، وبتعمل وبعد كده بتلاقي الشفره قدامك هنا، وبيظهر موقعك في السايتس على حسب الموقع اللي انت اخترته. هنا انا هعمل نون برده، وهنا بتختار الجزء اللي انت عاوزه، انا هعمل رايت او ليفت، وبتعمل هنا تسيب دي زي ما هي، وتعمل جيت اد تاج تمام. وهنا برده نفس الكلام، تعمل جيت اد تاج وتحط كميه الاعلانات اللي انت عاوزها. البانر ده ما اشتغلش عندي لكن ممكن يشتغل عندك. زي ما انت شايف هنا بيعمل ريفريش كل شويه، بيقول لك الفلوس زادت او قلت او ايه اللي حصل يعني في الفلوس. تمام يا شباب، اعتقد كده انتوا فهمتوا كل حاجه عن الاعلانات. هنا بتعمل نان وبتختار نوع الاعلان اللي انت عاوزه، وجرب يمكن اعلانك عشان الموقع بتاعك دوت كوم او دوت نت او الدومين بتاعك مدفوع، وعشان كده ممكن يقبلوا، اما انا عندي ممكن ما يقبلوش. نرجع هنا مره تانية نشوف هنا بيقول لك ايه. هنا بيقول لك هنا البلاد اللي بتشوفك، هنا last 7 days اخر 7 ايام، وهنا لو عايز تكلم الشركه وعايز تستفسر عن اي حاجه هنا بتعمل لهم ايميل وبيرد عليك في اقل من 24 ساعه، بتعمل سند هنا والدنيا دي بتبقى تمام. تاني مره كده نتكلم عن الشركه دي لاخر مره. الشركه دي هي افضل شركه انا شفتها لحد دلوقتي. زي ما انتم شايفين كميه الاعلانات اللي فيها، زي ما انتم شايفين كميه السي بي ام. على فكره السي بي ام ممتاز ممتاز ممتاز، سي بي ام ممتاز. هتقول لي انت عرفت منين؟ هقول لك من الناس اللي اشتغلوا فيها ودفعوا، والناس اللي كاتبين عن الشركه في التعليقات في الموقع اللي انا جبته منها بيقولوا ان السي بي ام بتاعها ممتاز للدول الاجنبيه والدول العربيه، ممتاز ما تقلقوش جدا من حوار السي بي ام. شركه ممتازه وشكلها ممتاز. مش هقول لك هي حصريه 100%، انا ما اعرفش هي اتشرحت قبل كده ولا لا، ما دورتش الصراحه، ولكن اول ما الاقي شركه بالمواصفات الممتازه دي فلازم اشرحها ليكم انتوا اول ناس. فللتسجيل في الشركه دي انا هتلاقي رابط اسفل الفيديو، تضغط عليه هتلاقي سكيب اد، طبعا هتلاقيه مختصر كالعاده، يعني لازم اكسب من اختصار رابط، يعني اكتر حاجه لازم بكسب منها السنه هي اختصار رابط، ولا ده لازم، ما حدش يزعل مني باختصار رابط، فلازم الواحد ايه يشتغل فيه اختصار رابط. في الفيديو اللي فات كنت اتكلمت عنه قبل كده عن اختصار الرابط، فهتلاقي الرابط بيدخلك هنا على اللينك الافلييت عايز تخش بيه، عايز تخش هنا على الرابط ده مباشره خش، وعادي جدا يا شباب والله مش بزعل من اي حاجه. فالشركه دي ممتازه ممتازه ممتازه، ما تقلقش من اي حاجه. هتلاقي الرابط اسفل الفيديو بيقول لك على الدفع بتاع الشركه اللي هو اثبات الدفع، هتلاقيه تمام، وهتلاقي ولا اي حاجه فيها فوتوشوب تمام. فاتمنى تكون الشركه دي نالت اعجابكم. اخر حاجه معانا بقى في الشركه دي، زي ما انتم شايفين هنوريكم بقى شكل الاعلانات اللي انا حطيتها في الشركه غير البانر ادز والحاجات دي اللي هي ما اشتغلتش عندي. زي ما انت شايف اول حاجه هيظهر معاك الاعلان ده، انا دلوقتي حاطط اعلان كمان اللي هو البوب اب، اعلانات البوب اندر اللي هو غالي جدا في الشركه دي على فكره. لما بضغط هنا بيظهر اعلان البوب اندر وكده الاعلان ده كمان انا هاخد عليه عائد. طبعا هو بيظهر اعلانات ولكن عشان يمكن عشان الاي بي او حاجه فممكن يكون في تعطل في ظهور الاعلان، وهنا برده بيظهر اعلانات تمام. فانت هنا اول ما بتضغط هنا بيظهر لك اعلان كمان البوب اندر، زي ما انت شايف هنا ده ظهر اعلان البوب اندر.
بتاع الشركه زي ما انت شايف، هو ده اعلان البوب اندر بتاع الشركه، زائد الاعلان كمان اللي هنا اللي هو الاعلان اللي كان الكبير هنا، وزائد الاعلان ده كمان بيظهر هنا ماشي معاك كده زي ما انت شايف. ثلاث اعلانات دول بيجيبوا لك عائد كبير جدا باذن الله في الشركه دي، فالشركه دي ممتازه جدا يا شباب. ولحد هنا بكون وصلنا لنهايه الفيديو، كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. الفيديو لو عجبك لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تعمل شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.